تستاهل كل خير وكانت نتيجة منتظرة من البداية وما عدناش احنا عدنا أصل في هذه الأب ما شاء الله والأم ما شاء الله والأخ مهدي ثاني ما شاء الله كل العائلة كانت تمشي في طريق واحد في سلب واحد في طريق النجاح ونشكرهم بزاف قلت لي نتمنى لهم نجاح كبير في الدنيا تاعهم قلت لي خسارة من يروحوا من عندي كانوا اونتخ للماء سي مهدي نبغيه بزاف اليوم ما يتمنى لهم ان شاء الله نجاح كبير في الدنيا وان شاء الله يكون عندهم شأن لهذه الأمة وشأن لوالديهم وشأن للوطن وكنت متوقع انا كنت متوقع هذا النجاح سنسير كنت متوقع وين غدا نديها معايا ان شاء الله ان شاء الله واليوم ستاند بونجور اليوم خليني نسلم ثاني على مهدي الله يحفظه الله يحفظه الله يحفظه.